أهلا بكم. صيدليات وهمية تبيع الموت للعراقيين، تبيع أدوية غير مرخصة ولا تخضع لمعايير التقييس والسيطرة النوعية. نقابة الصيادلة في العراق تعلن ضبط أكثر من 1000 صيدلية مخالفة خلال عام 2023. أشارت إلى وجود ما يسمى بالصيدليات الوهمية، وهي التي لا تمتلك إجازة نقابة الصيادلة، وبالتالي ليس لنقابة الصيادلة سلطة عليها لغرض غلقها. تبيع الموت للعراقيين لأنها تصرف للمواطنين المرضى، تصرف من قبل أشخاص غير مؤهلين. فكيف لعبت مافيات الأدوية في العراق بعملية انتشار الصيدليات الوهمية؟ وهل لها علاقة بالمسؤولين الحكوميين؟ لماذا يغيب دور الرقابة الحكومية في متابعة وكشف الصيدليات غير المرخصة؟ من المستفيد؟ ما تداعيات استمرار الفساد المالي والإداري في القطاع الصحي في العراق، وخاصة بعد العام 2003، أي بعد احتلاله، وإلى الآن؟ الصيدليات الوهمية تقتل المواطنين العراقيين بدم بارد. دكاكين تبيع الموت للعراقيين تنتشر وبكثرة. ما الغاية وما الهدف من انتشارها؟ وما الذي ساعد على انتشارها؟ وكيف لعب الفساد المالي والإداري المستشري في النظام الصحي في العراق في ظهور الصيدليات الوهمية بهذا الكم؟ هذه الأسئلة نضعها تحت الضوء مشاهدينا الكرام ليجيب عليها بالتحليل والرؤى والرأي الضيوف الكرام، كل من الدكتور عرفان يونس الأخصائي في طب الطوارئ ضيفي عبر سكايب. مرحبا بك دكتور عرفان. حياك الله أخي، تحياتي لك ولجميع المشاهدين الكرام. حياك الله دكتور. وأيضا أرحب بالأستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي ضيفي عبر سكايب. أهلا وسهلا، مرحبا. إذن ضيفي عبر الفونو، أهلا بك أستاذ أحمد الجميلي. مشاهدينا الكرام، نشاهد بداية هذا التقرير ثم نبدأ بالحوار، كونوا معنا. تعيش مهنة الصيدلة حالة من التحديات والمشاكل التي تزعزع الثقة بسمعتها المهنية، وذلك بسبب تزايد الدكاكين الوهمية التي تحمل اسم صيدلية، في حين يديرها أناس لا علاقة لهم بهذا التخصص الذي بدأ ينحدر منذ الغزو الأمريكي للعراق سنة 2003، حين انزلقت كافة القطاعات الخدمية في البلاد نحو التراجع والانهيار السريع بسبب الفشل الحكومي، فضلاً عن الفساد المستشري في البلاد. الفساد المالي والإداري في النظام الصحي لعب دوراً كبيراً في ظهور الصيدليات الوهمية وتزايدها، حيث أعلنت نقابة الصيادلة في العراق ضبط أكثر من 1000 صيدلية مخالفة، وأغلقت 445 صيدلية في بغداد خلال عام 2023، فيما أكد نقيب الصيادلة مصطفى الهيتي أن 220 صيدلية وهمية أحيلت إلى المحاكم خلال السنتين الماضيتين، فيما كشف نائب عن محافظة ديالى عن وقوف 3 مسؤولين كبار وراء انتشار الصيدليات الوهمية في المحافظة التي تعاني من انتشار كبير للصيدليات الوهمية غير المرخصة، بينما أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى في وقت سابق عن تعرض فرقها للتهديد أثناء محاولتها اتخاذ إجراءات ضد صيدليات مخالفة شمالية المحافظة. لجنة الصحة والبيئة النيابية أكدت وجود صيدليات ومذاخر مخالفة تتعامل بأدوية غير مرخصة وتفتقر للتقييس والسيطرة النوعية، بعيداً عن رقابة الجهات المختصة في وزارة الصحة الحالية. الضربة القاضية للواقع الصحي والدوائي في العراق كانت بعد عام 2003، عند اختفاء الرقابة بشكل تام وانتشار المحال الوهمية بشكل كبير جدا، وفقا لنقيب الصيادلة في العراق مصطفى الهيتي الذي أشار إلى خطورة صرف الأدوية من قبل غير المؤهلين، مشيرا إلى أن 45% من الأدوية غير مطابقة للمواصفات.
هكذا يبدو المشهد في مفصل واحد من المفاصل المهمة التي تتعلق بحياة العراقيين وتنذر بعواقب وخيمة تهدد الصحة العامة وسط استمرار الفساد الحكومي بشكل عام وفساد وزارة الصحة بشكل خاص برعاية الأحزاب الميليشياوية التي لا تمت للمهنية والوطنية بصلة. أبدأ معك دكتور عرفان يونس الشمري الأخصائي في طب الطوارئ. دكتور عرفان، يعني ماذا يعني أن يكون الدواء غير مرخص وماذا يعني أن تغيب عنه معايير مقاييس السيطرة النوعية؟ بالنسبة للأدوية غير المرخصة معناها أنها لم تنشأ من مناشئ معترف بها دوليا، أو هذه الأدوية تم إنتاجها ولكنها لم تخضع للتجارب القياسية الخاصة بها ولم تخضع لجميع الدراسات المتعلقة من أجل اللي من خلالها هذا الدواء أصبح مفيد أو غير مفيد. الكثير من الشركات تنتج أدوية وهذه الأدوية كثيرة، لكنه لما في بلد مثل العراق، بلد نفطي مثل العراق، يجب أن يأخذ أو يستلم الأدوية ذات من المناشئ الأصلية وليس من مناشئ أما أن تكون مقلدة أو أن تكون مناشئ غير معروفة. يعني بعض الأحيان زملائي لي أو ناس أعرفهم يبعثوا لي صور لأدوية، هذه الأدوية ما كنا نعرفها في قبل 2003، ما نعرف الشركات اللي كانت تنتج هذه الأدوية. وبالتالي هذا الموضوع هو حقيقة الموضوع جدا حساس، لأنه هو يعني هو المسمار الأخير في نعش وزارة الصحة. عندما نلاحظ هنالك فساد في إنشاء الصيدليات ونشاطاتها غير المرخصة، حقيقة هذا جدا جدا سيء. لكنه مثل ما قلت لك، يعني الأدوية إذا ما كانت موضوع المنشأ، عندما تكون هناك أدوية من منشأ جيد وغيرها أدوية مقلدة أو من منشأ مقلد، يعني هذه الأدوية ما الفرق فيما بينها؟ يعني المادة العلمية، المادة الفعالة، تركيز المادة الفعالة، أم هناك مواد أخرى مضافة؟ وبالتالي هنا أقصد ما مدى خطورة أن تكون مقلدة؟ هي المقلدة هي عبارة عن أدوية تحمل نفس المواد الأصلية للدواء، لكن هذه الأدوية قد تكون بجرع أو بتراكيز قليلة من أجل الكسب المادي، بدل ما يسوي له مثلا 1000 باكيت من 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 الأموكسيسيلين راح يسوي له 2000 باكيت وراح يقلل من الجرعة الحقيقية لهذا الدواء، وبالتالي راح تنشأ عندنا ما يسمى بالبكتيريا المقاومة للمضاد الحيوي، لأنه ما قاعد تعطيها الجرعة الصحيحة. فهذا هو هذا السبب. أما بقية الشركات لما نقول ما تواكب المطلوب عندنا بالسوق او بالنظام الصحي العراقي حسب الجرعة المطلوبة، هذه يعني هنالك اختلاف. يعني هنالك شركات ممكن تسوي لك أدوية مو صحيحة. طيب، هنالك هنا ربما يعني مدى الخطورة على صحة الإنسان تكون فيها نوع من يعني لا نقول نوع من المنطق وانما اقل خطورة ربما، يعني ان صح التعبير، يعني عندما يكون تركيز المادة الفعالة والمادة تكون أقل من المصاب به بمعايير التقييس والسيطرة النوعية. ولكن هنا البعض، طبعا هذه وجهة نظري وأنا لست مختصا، مجرد وجهة نظر، يعني البعض يقول بأن الأدهى من ذلك والأمر عندما يكون الدواء مصروف من قبل غير مؤهلين وبالتالي هم لا يستطيعون أصلا ولا اختصاصهم تشخيص العلة وتشخيص المرض ولا من اختصاصهم صرف هذا الدواء. أخي العزيز، هي عملية فتح وإنشاء صيدلية عبارة عن عملية معقدة جدا، تحتاج من الصيدلي أن يكون مستوفيا لكل الشروط لإنشاء هذا المشروع.
مراحل متعدده، التدريب يجب ان يكون الصيدلي مدرب تدريبا كاملا. لكنه انا افاجئ لما يكون معلم فاتح صيدليه في شمال في احدى محافظات العراق شمال بغداد. هذا حقيقه نوع من يعني المضحك المبكي يعني للاسف. الادويه مثلا، انا احكي لك قصه صارت في قبل 2003 بنهايه التسعينيات، علاج اسمه سايبروفلوكساسين. هذا علاج يمكن الكثير شايفيه او يعرفوه او صرف لهم. وزاره الصحه اصدرت قرار بانه هذا العلاج يجب ان يسحب من الصيدليات، لان هذا العلاج يعطى لمرضى التدرن او للمرضى او الناس المصاحبين لمرضى التدرن، لانه هذا يمنع او نوع من يعني من مجموعه من العلاج، احد العلاجات التي تمنع الاصابه بالتدرن او يعالج ايضا التدرن، فسحب من كل الصيدليات. لكن الان لما اشوف بعض الاصدقاء من يبعث لي وصف الطبيب وهذا الطبيب كاتب له سايبروفلوكساسين اللي هو الان احنا ما نكتبه في UK في بريطانيا، لانه نكتبه فقط في حاله واحده عندما تتوفر عندنا نتائج الفحوصات المخبريه والزراعات التي تثبت وجود البكتيريا التي تتاثر بهذا المضاد الحيوي. لكنه هنالك صرف للادويه بشكل غير صحيح، ويعطى هذا الدواء عن طريق يعني عن طريق ما اقول صيادله الحقيقه، لانه متاكد ان الصيادله جماعتنا او زملائنا الصيادله هم اناس يعرفون انه خطوره بعض الادويه يجب ان تعطى بوصفه طبيه صريحه من دكتور وبخط صحيح. لكنه المشكله انه اصبح الكثير يمتلكون الصيدليات، وهذه الصيدليات قاعد ترتكب اخطاء جسيمه بحق المواطن العراقي. اصبحت مهنه الصيدله هي مهنه من لا مهنه له دكتور عرفان. بالتاكيد بالتاكيد. للبعض الحقيقه. البعض من الناس هم اللي شافوا بزنس هذا، وهذا يعني ينطيهم يعني ايراد مادي قوي جدا. منو ما عنده زكام في فتره الشتاء؟ منو ما عنده اسهال بفتره الصيف؟ اذا انا افتح صيدليه وانطي هاي العلاجات بدون رقيب وبدون محاسب وبدون اي واعز انساني حقيقي. على اسباب غياب الرقابه الحكوميه منذ عام 2003، اسمح لي دكتور عرفان يونس، سوف اعود اليكم مره اخرى. ارحب مره اخرى بالسيد احمد الجميلي الصحفي العراقي. استاذ احمد مرحبا بك. دائما ما تغيب، اهلا بك استاذ احمد. تغيب الرقابة الحكومية في القطاع الصحي وفي الكثير من القطاعات، في وزارة التجارة، في وزارة النفط، في وزارة الكهرباء. المهم الرقابة الصحية بحسب وصف يعني موظفين في داخل الحكومة في العراق، الحكومات المتعاقبة دائما ما يتحدثون عن أن الرقابة هي تعتبر مصدر للاسترزاق بسبب الرشاوة وبسبب ما يدفع لهم من رشوة في مقابل يعني التغطية على أمور تحصل. البعض يتعذر ويقول نحن مهددون، والبعض يعني هو يعني يغطي على هذه العمليات من باب أنه يعتبر العراق عبارة عن سفينة تغرق وهو يقوم بإنقاذ ما يمكن إنقاذه. هذا بحسب وصف بعض الموظفين داخل الوزارات وخاصة في الرقابة الحكومية. الكثير من العراقيين يقولون أن الرقابة الحكومية هي من تأتي وتغطي على كل هذه أو كل عمليات الفساد هذه من صغيرها إلى كبيرها. هذا طبعا ما يتحدث به الشهود العيان داخل العراق ومن داخل أيضا من المواطنين المراجعين للوزارات. نتحدث عن موضوع الصيدليات الوهمية ومدى خطورتها. أصبحت الصيدليات الوهمية سيد أحمد مهنة من لا مهنة له، ويدعمها مسؤولون كبار مثل ما تحدث النائب في محافظة ديالى عن وقوف ثلاثة مسؤولين كبار وراء انتشار الصيدليات الوهمية في المحافظة، ومن يفتح فمه يهدد بالسلاح. يا ترى ما سبب انتشار الصيدليات الوهمية التي تبيع، التي وصفها يعني المختصون بأنها دكاكين تبيع الموت للعراقيين؟ نعم،
يعني كما ذكر تقريركم، يعني للأسف يعني هذه المهنة أصبحت تجارة أكثر من كونها يعني وظيفة تقدم خدمات إنسانية للمواطنين. لذلك نرى اليوم أنه في الشارع الواحد هنالك عن يمينك وعن يسارك صيدليات المسافة بينها وبين الصيدلية التي بجانبها لا تتعدى الأمتار القليلة، ويعني هذه التجارة وهذا التعبير الدقيق لهذه الوظيفة أو الدكاكين أصبحت توفر المال الوفير للباحثين عن التجارة. إذا ما علمنا من أن المرض والموت اليوم في العراق يعني أصبح تجارة رابحة في ظل تردي الخدمات الطبية التي تقدمها المراكز الصحية، وأيضا عجز الحكومة العراقية والحكومات السابقة عن توفير مراكز طبية وتوفير ضمان صحي حقيقي يوفر الرعاية الطبية ويوفر كذلك نعم سيد أحمد، فقدنا الاتصال بسيد أحمد الجميلي، سنعود الاتصال بك أستاذ أحمد بعد قليل حالا. دكتور عرفان، بالعودة إليك مرة أخرى، يعني موضوع مهم جدا أنه أصبحت موضوع الصيدليات الوهمية لا تفرق كثيرا عن انتشار المخدرات في العراق والذين أو العصابات المستفيدة والمافيات المستفيدة من انتشار المخدرات في العراق. مثل ما وصفتم، مهنة الصيدلة تحولت إلى تجارة وإلى مهنة من لا مهنة له، وأصبح وصف الدواء غير مرخص هنا سلاح يقتل العراقيين، وانتشار الصيدليات الوهمية وحمايتها من قبل مسؤولين حكوميين هنا أعطى صفة السلاح المزدوج الذي يقتل العراقيين. يا ترى ضمن معايير السيطرة النوعية، هذه المعايير هل هي معايير دولية بموجبها يمكن محاسبة أي دولة يعني توزع الأدوية عبر وزاراتها؟ يعني هناك متحدث من داخل وزارة الصحة يقول 42% من الدواء هو دواء غير مرخص، هو دواء داخل قشق. يعني هنا من الذي يحاسب إن غابت الرقابة الحكومية؟ هل هناك لجان دولية مثلا يمكن تشكيلها بناء على طلب نقابة صيادلة على مستوى الدولي؟ بالتأكيد أخي العزيز، العراق بعد 2003 أصبح مكان آمن للفساد في جميع النواحي، هذا نعرفه وحكينا عنه في الكثير من اللقاءات، بضمنها القطاع الصحي. الصيدليات اللي تسيطر عليها جهات سياسية أو شخصيات سياسية أو شخصيات لها علاقة بشخصيات سياسية متنفذة أصبحت مراكز لغسيل الأموال. يعني أنت تفتح صيدلية تغسل هنالك مصدر لغسيل الأموال، هذا بطبيعة الحال ما يقدم خدمات مطلوبة للمواطن. يعني هذا أنا أجيب بدل ما أجيب لعلاج يكلف الصيدلية، يعني يكلفها الصيدلية عن طريق جاي عن طريق جهاز التقييس والسيطرة النوعية مراحل الأصولية، بدل ما أجيب هذا العلاج أجيب علاج عن طريق مثل ما قلت عليه عن طريق القشق، وبالتالي هذا لا يعطيني العلاج الصحيح ولا يعطيني الجرعة الصحيحة ولا يعطيني أيضا الشفاء التام للحالات المرضية التي يعاني منها الفرد العراقي. هذا بطبيعة الحال هذا الموضوع يعني إذا أقامت وزارة الصحة أو نقابة الأطباء أو نقابة الصيادلة تواصلت مع منظمة الصحة العالمية، أعتقد هنالك سيكون هنالك تحقيق في هذا الموضوع، لأنه يعني منظمة الصحة العالمية إنه العراق الآن يتبع في 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 سياقات الصحية والدوائية والعلاجية يتبع إلى منظمة الصحة العالمية، إلى برامج منظمة الصحة العالمية. فإذا أنا ما أوفر العلاج الصحيح حسب ما هو موجود في منظمات الصحة العالمية، إذن هنالك خلل في توفير هذا العلاج.
وهذا الخلل يجب أن يعرف، يجب أن نعرفه من السبب. هل هي الحكومة؟ هل هم الأشخاص أو الأفراد الذين يأتون بعلاجات مهربة إلى العراق لم تدخل إلى وزارة الصحة عن طريق وزارة الصحة؟ هذه هي الأمور التي يجب البحث فيها. وأنا أعتقد لو يتم يعني مناشدة المنظمات الدولية في هذا الموضوع لحظر إدخال أو دخول هذه الأدوية إلى العراق ومعاقبتهم. بس أنت يا أخي العزيز إما نتعاقب، يعني أنت يعني أنا أقول لك نسبة عالية من الصيدليات وهي عبارة عن بزنس فتحوها متنفذين. يعني البعض من العراقيين يعني هو يعني يتذمر من طريقة تعامل الأطباء العراقيين معهم، سواء كانوا بالمستشفيات الخاصة، خاصة في المستشفيات الخاصة. البعض يقول بأن هناك اتفاقيات وتفاهم بين هذه العيادات الخاصة وبين صيدليات، ومنها صيدليات وهمية موجودة ضمن البناية الواحدة، أو يتفقون هم بمبالغ مالية من أجل عمل شراكة فيما بينهم للاستفادة من المواطن المريض المسكين. هنا المواطن بين كماشة الطبيب الذي لا يرحم وبين كماشة الصيدلي الذي يبيع طحين وتراب. منظمة الصحة العالمية منذ عام 2003 وإلى الآن، هل هي تغض الطرف عن العراق؟ هل العراق الأرض الحرام التي لا يمكن أن يتدخل بها أحد بشكل دولي؟ يعني كدولة؟ هي ما تغض الطرف عن العراق، هي تطالب العراق بتقارير دورية. هذه التقارير الدورية ترفع إلى منظمة الصحة العالمية بعدد الوفيات، بالأمراض، بالعلاجات، بالمستلزمات الطبية المحتاجيها. أعتقد هي تتبع أو هي تنظر إلى هذه التقارير وتحسب يعني نشاطات المطلوبة إلها بالعراق استنادا إلى هذه التقارير. الفساد بهذا الموضوع اللي حضرتك ذكرته أخي العزيز موجود، وهذا نعرفه، يعني نعرف هذا كان حتى قبل 2003. كان هنالك مجموعة من الأطباء يتعاملون ما يرضى إلا يأخذ دواء من الصيدلية الفلانية، لكنه كانت يعني حالات وليست حالات. كان الدواء مرخصا 100% وخاضع للسيطرة النوعية، مو مثل الآن. طبعا هذا معروف، يعني كان دواء مرخص ومعروف، لكن مو مثل هذه. هي الرقابة الحكومية اللي حضرتك تكلمت عنها هي موجودة، لكن هنالك نوعين من الرقابة. الرقابة التي تستند إلى حقائق علمية، يعني تحاسب المقصر، توقف المقصر عن عمله. لكن المشكلة أنه سدية الصيدلية اليوم يفتحها باكر. ليش يفتحها باكر؟ يا أما يتحدى القرار، يا أما يتحدى، يا أما عنده جماعة متنفذين بالدولة هم راح يقولوا له افتح الصيدلية باكر لا تخاف احنا راح نساعدك، يا أما مرتبط بعصابات الفساد اللي معروفة. إذا ما راح تقدر تسد الصيدليات استنادا إلى قرارات صارمة. يجب أن يكون، ليش إحنا دائما في كل لقاءاتنا، يعني وخصوصا مع قناة الرافدين العزيزة، في كل لقاءاتنا هذه القرارات إذا ما كان هنالك عملية، إحنا نقول عليها عملية صريحة لإيقاف الفساد، ما ممكن تسيطر على كل شيء. يعني إيقاف المحسوبية، إيقاف الفساد. يعني رجل متنفذ بال 2003 فتح صيدليه، هذه الصيدليه كانت تبيع علاجات باسعار جدا عاليه، تم اغلاق الصيدليه خلال فتره اسبوع، اغلقت وقالوا له بعد ما تفتحها زين، وهذا رجل كان متنفذ. اذا ليش ما اني ليش ما ما يصير ما يصير عندنا هاي يعني هاي الروح، يعني يعني من خلال في دولتنا او في العراق من خلال وزاره الصحه. يجب ان يحاسب المقصر. هاي المشكله انه لو نظل نحكي في كل الاوقات عن هذا الموضوع ما نقدر نوفيه، لانه فساد متوفر. وهذا الفساد هو اللي راح انا اسد صيدليه باكر يجي واحد يفتحها. يعني يفتحها بعلاقات. طيب هنا اشرتم دكتور الى موضوع مهم ونقطه مهمه دكتور عرفان، ابقى معي لو سمحت سوف اعود اليك مره اخرى.
أستاذ أحمد الجميلي تسمعني الآن بشكل جيد، مرحبا بك مرة أخرى. أستاذ أحمد. أستاذ أحمد، أشار الدكتور عرفان إلى يعني إلى غسيل الأموال، وأشار إلى أن موضوع الصيدليات الوهمية هو موضوع يتم بغطاء من قبل المتنفذين في الدولة. المواطن هنا البعض من العاملين في مهنة الصيدلة لأنهم ليس لديهم عمل، لا يستطيع أن يعمل في حداد أو نجار أو سائق تاكسي، فيلجأ للعمل في مهنة الصيدلة، يتعلم بعض المعلومات، يسمع ويحفظ ويحاول أن يمارس دور الصيدلي على الناس، فيصرف لهم دواء بمزاجه حسب المعلومات التي حفظها وتعلمها من صيادلة أعطوه إجازة. هنا أين المشكلة؟ هل المشكلة في النظام السياسي في العراق الذي ليس فيه نظام رقابي أو رقابة حكومية تضرب بيد من حديد، أم المشكلة في الناس؟ المشكلة في المواطن، المواطن يقول لك أنا ماذا أعمل؟ لا يوجد عندي عمل، أضطر أن أترك البسطية وأعمل صيدلي. نعم، يعني ربما تفسير كثرة الصيدليات وافتتاحها وكثرة العاملين في مجال بيع الأدوية وكثرة الشهادات الممنوحة والخريجين في العراق من حملة شهادة الصيدلي يفسر أن كما قلنا أن هذه هي تجارة رابحة. أما عن كثرة افتتاح الصيدليات وفي أماكن تجارية تعتبر مكلفة للغاية، على سبيل المثال في مناطق المنصور والحارثية وكذلك الشوارع التجارية المعروفة في بغداد، هنالك المئات من الصيدليات. هذا هو التفسير الواقعي لهذه الصيدليات، هو أنها تمثل واجهة لعملية غسيل أموال واسعة تمارسها جهات متنفذة حصلت على إجازات من أجل افتتاح ما يعرف اليوم بالمذاخر. أيضا هنالك تجارة المذاخر التي أصبحت معروفة في الآونة الأخيرة في العراق، عندما تسير اليوم في منطقة الحارثية على سبيل المثال تجد أن المنازل التي هي خلف شارع الكندي تحولت كلها إلى ما يعرف بالمذاخر، وهي مخازن كبيرة تقوم ببيع مختلف الأدوية من مختلف المناشئ العالمية للصيدليات. يتحدث البعض من شهود العيان يتحدث عن هذه الأدوية الموجودة في هذه المذاخر غير المرخصة، غالبيتها مزورة تاريخ، يعني إكسباير، مزورة تاريخ الإنتاج وتاريخ الانتهاء. نعم، لديهم كل الإمكانيات، لديهم مطابع خاصة بطباعة الاستيكرات التي توضح اسم المنتج وكذلك تاريخ الإنتاج وتاريخ الإكسباير، بالإضافة إلى أن لديهم مكائن خاصة لتغلفة وتعبئة الأدوية، وهنالك عملية غش واسعة أيضا تجري في هذا الجانب. وهذا الحديث يعني يأخذنا إلى أن هنالك تجارة أخرى اسمها تجارة تزوير المنتجات الطبية وكذلك المنتجات الصحية، وهذه المنتجات في الحقيقة أدت إلى حدوث كوارث للعوائل العراقية. نسمع بين يوم وآخر عن حوادث موت ووفاة لأشخاص تناولوا أدوية معينة وتبين فيما بعد أن الدواء لم يكن صالح للاستعمال البشري، أو أن عملية تخزينه كانت عملية تخزين سيئة أدت إلى فساد هذا المنتج الطبي. لذلك نعم، يعني ما يجري اليوم في العراق يعني عملية فساد كبيرة، وتجارة الصيدليات تمثل باب من أبواب. طيب أستاذ أحمد، لماذا تنظر الحكومة، الحكومات المتعاقبة بعد عام 2003، تحدثنا عن قبل 2003 وأن الدواء 100% كان مرخصا وخاضع لمقاييس السيطرة النوعية وكان دواء فعالا، حتى أن العراقيين يضربون المثل بدواء سامراء أنه أقوى دواء على مستوى العالم، أدوية سامراء يعني كلها خاضعة لمواصفات ومقاييس السيطرة النوعية. بعد عام 2003 جاء دواء
عبارة عن دواء لا شيء، عبارة عن ألوان زاهية، وعبارة عن علب بلاستيكية براقة وباكيتات ملونة وعليها تواريخ مزيفة مطبوعة مثل ما ذكرتم. يا ترى المسؤول الحكومي عندما يمرض هل يتداوى بهذه الأدوية الموجودة في مذاخر الكندي وغيرها من المذاخر، هذه الأدوية التي يصفها الذين لا شغل لهم ولا عمل من الذين يسمون أنفسهم صيدلانيين تالي وقت؟ يعني قبل أن ينقطع الاتصال كنت يعني أود أن أقول بأنه القائمين على ملف منح الإجازات وكذلك الرقابة على الأدوية التي يتم تداولها اليوم في السوق في العراق ليست لديهم الجدية الحقيقية والرغبة الحقيقية في أن يكون هنالك رقابة مهنية ورقابة حقيقية على عملية منح إجازة استيراد الأدوية وكذلك على عمل الصيدليات اليوم في العراق، لأن وجود رقابة حقيقية يعني أن هذا الأموال الطائلة التي تأتي من هذا الباب سوف تنتهي، وبالتالي المسؤول الذي يمسك بزمام الأمور والذي يمنح إجازات ممارسة المهنة وكذلك لماذا المسؤول؟ هل المسؤول هل المسؤول الحكومي في النظام السياسي المحاصصي في العراق هو من 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 الجنس الآري؟ هل هو يختلف عن الشعب العراقي وطبقته النوعية والراقية تجعله يتساهل في موضوع يعني صحة المواطنين؟ وهو إذا أراد أن يتعالج يتعالج في الدول والمستشفيات الراقية ذات السمعة في دول أوروبا وأمريكا وإلى آخره. نعم، يعني أنت تعلم أنه الأهمية المادية التي تمثلها وزارة الصحة والدوائر التابعة لها لو لم تكن ذات قيمة مادية كبيرة في نظر الأحزاب السياسية المتنفذة لما تكالبت عليها الأحزاب السياسية وأصرت على أن تكون من ضمن حصتها في توزيع الحقائب الوزارية. وزارة الصحة وللأسف يعني سيطرت عليها جهات سياسية لا تمت للطب ولا تمت للصحة بأي صلة. حقيبة وزارة الصحة تناوب عليها أشخاص أصبحوا مضرب للفساد مثل عديلة حمود التي في يوم من الأيام استوردت بضائع بملايين الدولارات وتبين أنها عبارة عن أجلكم الله نعالات لاستيك يستخدمها الممرضون والأطباء. ممتاز. بينما هنالك مستشفيات في ذلك الوقت كانت تخلو من أجهزة غسيل الكلى وكذلك أجهزة تبديل الدم لمرضى الثلاسيميا وكذلك الأدوية التي كان بأمس الحاجة إليها مرضى السرطان. كنا نقف في يوم من الأيام. طيب سؤال أستاذ أحمد، يعني بعيدا عن سؤال، يعني هل المشكلة في النزاهة الداخلية؟ يعني النظام السياسي غير نزيه، نظام سياسي حرامي، النظام السياسي مستورد من الخارج. هنا من الذي يقوم بخداع المواطنين العراقيين ويصرف لهم أدوية مزيفة ويقوم بصرف أدوية غير خاضعة للتقييس والسيطرة النوعية وهو يعلم بأن هدفه هو الربح بأي شكل وبأي وسيلة؟ النظام السياسي هو السبب أم العاملون في مجال القطاع الصحي هم السبب؟ من أين جاءوا؟ هل جاءوا من المريخ أم جاءوا من الشعب؟ بالتأكيد أخي، هنالك مافيا كبيرة تبدأ بسلسلة من اللصوص. اللص الأول هو اللص الذي منح الإجازة، ثم اللص الثاني هو الشخص غير الكفوء الذي حصل على شهادة الصيدلة من جامعات أهلية غير كفوءة، ثم نصل إلى اللص الأخير وهو صاحب الصيدلية الذي يعني قبل على نفسه أن يفتتح صيدلية ويبيع فيها الدواء ويحاول إجبار الزبائن العراقيين من المرضى على شراء أدوية بعينها دون أدوية أخرى. اليوم عندما ندخل إلى الصيدلية في بغداد أو في أي مدينة أخرى من مدن العراق
الصيدلي يخيرك بين أن هنالك دواء من الشركة مثلا على سبيل المثال الإسبانية، نعم، وهنالك دواء ألماني، وهنالك دواء هندي، وهنالك دواء يسمى بأدوية السوق السوداء. فعندما تسأله ماذا يعني أدوية السوق السوداء، يقول لك بأن هذه الأدوية يتم إدخالها إلى العراق خارج يعني شهادات استيراد الأدوية، يقوم بإدخالها تجار الأدوية بالاتفاق مع سلطات المطارات الموجودة في العراق، وبالتحديد مطار النجف وكذلك مطار البصرة. الشاهد على هذا الكلام هو أن هنالك قبل أيام أعلنت السلطات الأمنية في النجف إتلاف أكثر من 20 طن من الأدوية بعد أن أصبحت يعني غير صالحة للاستخدام البشري، وكانت مكدسة في مخازن مطار النجف. هذا يعني أن هنالك عمليات تهريب كبيرة تجري من خارج العراق لأدوية غير خاضعة للرقابة وغير خاضعة للشروط الصحية، وبالتالي تحدث الكارثة، والضحية الأول والأخير هو المواطن العراقي. نعم أستاذ أحمد، ابقى معي لو سمحت. دكتور عفان، أعود إليكم مرة أخرى بسؤال عن لو يعني عملنا نوع من المقارنة ما بين النظام الصحي في العراق قبل عام 2003 والنظام الصحي في العراق بعد عام 2003، بغض النظر عن موضوع الحصار. الحصار هو معروف، بعد التسعين أكثر من 1,000,000 طفل عراقي توفوا بسبب قلة الدواء، وعلى إثره صارت اتفاقية النفط مقابل الغذاء وإلى آخره، وهذا تاريخ. النظام الصحي في الثمانينات، النظام الصحي في السبعينات، النظام الصحي في الستينات، ما الذي أو من السبب الرئيس وراء سقوط النظام الصحي في العراق إلى الهاوية بعد عام 2003؟ هل هناك دول بعينها أرادت أن تقتل العراقيين مثلما نشرت المخدرات في أوساط المجتمع؟ من المجحف جدا أن نقارن ما بين الوضع الصحي في العراق في 2000 وقبل 2003 وبعد. هذا من المجحف، لأنه المتحدث معكم عملت في العراق في أسوأ فترة الفترات اللي هي فترة الحصار. كنت طبيب، كنت رئيس أطباء مقيمين في إحدى المستشفيات، وعملت في العراق بالتسعينيات وإلى إلى إلى حد إلى نهاية 2003. لم لا توجد هنالك أي أوجه للمقارنة ما بين الفترتين. النظام الصحي حتى وإن كان في فترة إحنا نسميها فترة الحصار، كان النظام الصحي متكامل جدا. كان العراق يستورد الأدوية عن طريق برنامج النفط مقابل الغذاء والدواء. كنا نتفانى في علاج المرضى أصحاب الأمراض المزمنة. أنا كنت في مستشفى ابن البلد اشتغلت، اللي هي الآن تسمى مستشفى الزهراوي، واللي اشتغلت فيها سنين طويلة، وعالجنا مرضى الثلاسيميا، وعالجنا مرضى عجز الكلى المزمن من الأطفال. كان هنالك تفاني من الحكومة ومن الوزارة في توفير المستلزمات الطبية اللازمة لهؤلاء المرضى بكل الحالات. أخي العزيز، هنالك مستلزمات طبية إن فقدت الآن ما موجودة في العراق، كانت موجودة في بكميات يعني كميات عالية جدا، مثلا في مستشفى ابن النفيس في زمن الحصار واتفاقية النفط مقابل الغذاء والدواء، صح؟ في زمن الحصار، نعم، زمن الحصار. من المجحف أن نقارن ما بين قبل 2003 وبعدها. ما حصل في العراق هو تدمير مبرمج للمواطن العراقي. هذا التدمير شاركت به دول الجوار للأسف، وأقصد بها جارة السوء، جارة الشر، إيران، لأنه كل المخدرات دخلت عن طريق إيران، كل الـ يعني الفساد كان دخل عن طريق إيران. كثير من الأدوية والمستلزمات الطبية غير الصالحة للاستهلاك البشري دخلت عن طريق إيران،
بعدم وجود رقابه، هو تدمير للمواطن العراقي. شلون تدمر المواطن العراقي؟ تدمر الصحه، تدمر التعليم، هذول الشغلتين اذا دمرتهم انتهى المواطن، ينتهي. فلا توجد هنالك اي اوجه للمقارنه، يعني ما يعني نقول لحد 2003 القطاع الصحي انتهى. ما يحدث الان ومحاولات الخيرين من الموجودين في وزاره الصحه، الخيرين، بعض الخيرين الموجودين في وزاره الصحه اللي هم يحاولون، لكنهم ما يقدر يوصل الى ما وصلنا العراق قبل 2003 للاسف. نعم دكتور، مع الأسف. أستاذ أحمد، يعني مثل ما تذكرون قبل سنة يعني نسمع بالكثير من الحوادث التي هي عبارة عن تهديد طبيب بالقتل، مثلا أستاذ جامعي في كلية الطب أو طبيب يعمل في مستشفى حكومي سمعته يعني جيدة جدا وممتازة، يقبل عليه المواطنون العراقيون من جميع الطبقات الاجتماعية، تأتي جماعات تهدده بالقتل في حال لو لم يعمل بالمستشفى الخاص التي قاموا بإنشائها وهي تتبع أحد الأحزاب. هذا المسلسل يعني بمحاولة تهديد الأطباء الخيرين والكفاءات وجعلهم يعملون أيضا لصالح الأحزاب، إلى أي مدى أسهم النظام السياسي بوضعه الحالي في اللعب بورقة صحة المواطن وعافية المواطن التي لا يملك المواطن سواها؟ نعم نعم، يعني هؤلاء وهذه المافيات كما قلنا تفننت في عملية سرقة العراقيين وعملية إذلال العراقيين. أيضا صحيح، يعني المستشفيات الأهلية هي أيضا تمثل طريقة من طرق غسيل الأموال. اليوم عندما تتجول في بغداد تشاهد المئات من المستشفيات الأهلية التي يتم بنائها بأرقى المواصفات وبأرقى الشوارع والمناطق بأموال طائلة، وبالتالي صاحب المشروع من مصلحته أن تعمل هذه المستشفى، وهذه المستشفى لن تعمل إلا إذا قام ب التعاقد أو الاتفاق مع طبيب له اسم ويمتاز بالمهنية ويمتاز ب يعني في عمله. لذلك يقوم هذه الجهات وبالتعاون مع قد تكون عصابات وقد تكون ميليشيات بالضغط على طبيب الفلاني من أجل أن يجبروه على ترك عمله أو عيادته الخاصة والعمل في هذه المستشفى، وبالتالي تصبح يعني دكان يدور عليه أموال طائلة بدل أن تكون مستشفى تقدم الرعاية الصحية للمواطنين. نعم. هذا الأمر أدى إلى تخلف المستشفيات الحكومية وتراجعها وإجبار خيرة أطباء العراقيين اليوم على المهاجرة إلى الهجرة إلى خارج البلد، لأن أرواحهم ومصالحهم أصبحوا وعوائلهم أصبحت معرضة لخطر الاختطاف، خطر الضغط من جهات مسلحة. اليوم للأسف يعني هنالك أطباء غير كفؤين، هنالك أدوية تصرف بشكل عشوائي، هنالك حالات وفيات لعشرات العراقيين أو مئات العراقيين في كل موسم شتاء بسبب ما يعرف ب صرف الإبرة الخبط، وهي يعني إبرة معروفة لدى العراقيين يتم صرفها من قبل أشخاص يعملون في صيدليات دون وصف الطبيب. وهذا أيضا سببه هو أن يعني العديد من العوائل العراقية لا تمتلك المال الكافي لمراجعة العيادات الطبية والأطباء، وبالتالي يجد أن أقصر الطرق وأسهل الطرق هو أن يذهب للصيدلية الفلانية من أجل أن يحصل على دواء بسبب نزلة برد أو بسبب عارض صحي ما. لذلك يقوم هذا الشخص يعني بصرف أدوية ووصفات طبية دون استشارة طبية، وهو ما يؤدي إلى حدوث وفيات، وهذه العملية كلها تجري خارج رقابة
الحكومة وخارج رقابة الدولة. نعم، شكرا أستاذ أحمد. دكتور عرفان، أخيرا، عندما لا نتحدث عن الرقابة، هذا أمر ميؤوس منه. بعض العراقيين يتحدثون عن أن غياب دور المستشفيات الحكومية أسهم بشكل كبير في انتشار هذه الصيدليات الوهمية. دكتور تسمعني؟ نعم أسمع. لأي مدى ذلك صحيح في دقيقتين لو سمحت دكتور؟ عفوا، شنو سؤالك؟ سؤالي يعني غياب المستشفيات أو الدور الحقيقي للمستشفيات الحكومية. يعني هنا العراق بعد عام 2003 هو عراق نفطي، بلد نفطي، فيه ثروات بشرية هائلة وفيه ثروات نفطية، ويستطيع أن يستورد الأدوية من أرقى المناشئ مثل ما تفضلتم. إلى أي مدى أريد تهميش دور الطبيب الذي يعمل في المستشفى الحكومي للوصول إلى هذه المرحلة بانتشار الصيدليات الوهمية؟ هو السؤال اللي احنا ممكن نجاوبك عليه، يعني انت سألتني سؤال راح اجاوبك عليه، هل هنالك مستشفى حكومي تم انشائها بعد الاحتلال او بعد 2003؟ لا، الفكرة هي انه حتى ينهون القطاع العام او القطاع الصحي العام والانفراد بالمواطن بالقطاع الصحي الخاص، هو هذا اللي قاعد يصير. انه اني يعني اوقف عمل المستشفيات الحكوميه، ما اجهز المستشفيات الحكوميه لا بالكادر الصحيح ولا بالمستلزمات الصحيحه ولا بالادويه الصحيحه، وبقيها على البنايات اللي تم انشائها بالثمانينات والسبعينيات والتسعينيات من القرن الماضي، وبقيها مثل ما هي، بل انه بعض المستشفيات انتهت، يعني هي مستشفى بناء جاهز ينتهي لمده 10 سنوات ينتهي، لم تنشا مستشفى. هي الفكره اخي العزيز، هي الفكره هي عباره عن تهميش وتدمير الواقع الصحي الخدمي العراقي اللي هو الواقع العام الصح، الواقع الحكومي، هو هذا تدمير. التدمير هو مبرمج، كل ما هنالك انه تصير هنالك. شلون تصير عمليه التدمير؟ اولا ما اخرج اطباء بإمكانيات قليلة جدا، هذول الأطباء راح يتخرجون راح يروحون يشتغلون مستشفيات خاصة، قسم من عندهم راح يهاجر خارج العراق. الأطباء اللي تخرجوا يعني في بداية نهاية التسعينيات اللي هم كانوا أسماء مشهورة، هذه الأسماء تم محاربتها وتم تهديدها، وبالتالي أغلبهم طلع من العراق. فهي مبرمجه، يعني هي انه انا يعني اقضي على القطاع الصحي العام من اجل انشاء قطاع صحي خاص للربح، ول يعني الربح غير المشروع طبعا، ولاستدامه غسل الاموال التي اللي يحصل عليها من شكرا. شكرا جزيلا، شكرا جزيلا دكتور عرفان يونس الشمري، الأخصائي في الطب الطوارئ، كنت معي ضيفي عبر سكايب. شكرا جزيلا دكتور. نشكرك شكرا جزيلا أيضا أستاذ أحمد الجميلي الصحفي العراقي، ضيفي عبر الهاتف. شكرا جزيلا. في الختام مشاهدينا الكرام، تقبلوا مني أطيب تحية وفي أمان الله.